السلام عليكم. السلام عليكم. لاباس غايات. لاباس غايات. لاباس. والله غايات. وينك رايح من هنا؟ رايح للزرق. 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 مع الطريق يوميا هكا. يوميا راه عندها بالك 10 سنين ولا 15 سنة هكا. هكا. عمرها ما تخدمت هالطريق. مرينا قوي كاع. عمرهم ما خدموها والو. لا عندها بالك 15 سنة بدي خدموها. 15 سنة. شوف الخدمة كيف خدموها هذه عامين راحت. والله ما لحقت عامين راحت تتحفر. هيا ربي يعاونكم هيا. هيا صح هيا كبار كنت تشوف الصور هنا كي بيدينا البرنامج تاعنا الصوره تعبر على كل حال ماشي زعما رانا جايبينها من جوجل ولا كما تقولوا ولا لا رانا جايبين صوره حيه وهو المواطن اللي تشوفوا فيه قدامنا بلا موطو هنا لا موطو ما تسلكش عاد بجوج رواد يعني هنا صحاب ربع رواد الناس راهي تخلص هنا اللي يخدم بزاف شكون هو الميكانيسيان اللي يخدم لي زامورتيسور هو اللي حاكم تلا ولي كاردون لو كان يسقم الطريق هنايا على كل حال ماهيش في صالح الميكانيسيا هذه هي معاناة الناس راهي تتنقل منها راه كاين بالك واحد المسافة نتاع 10 كيلومتر 11 هكا كامل طريق محفرة تخدم قال لك ولكن هالنتيجة النتيجة كما راك تشوف فيها في الصور الطريق راهي كارثة عظمى هنا رانا عادة في الصيف يعني كاين الغبار ولكن كي لحقوا عاود للشتاء هنا عاود هضرة واحدة أخرى الترونسبور ربما ما كانش كاع النقل ربما ما كانش كاع على كل حال انا مازال ما لحقتش للدوار كي نزيد نلحقوا للدوار ان شاء الله كما قال الصحاب شوف 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 شو هذا البلاصه ما شاء الله ما شاء الله هذا مكان جميل شوف شوفوا هنا البنو راه خايف من القدرون هنا الارض راهي تعض هنا الارض تعض البنوات هنا تنقلنا لهذا المكان باش نوصلوا صوت السكان هذو اللي راه غادي يناجدوا عاود السلطات باش يقولوا لهم يا سلطات تحركوا ترزاقوا حنا ليسونسيال الكاميرا تاع الوطنيه جات لهنايا باش تنقل الانشغال تاع المواطنين وحنا ماشي تاع نبقاو نتمنى ولا هي نورمالمون الواجب انهم يخدموا باسكو لما يخدموا المواطن